إلى أحد الحكماء: لماذا أحسنت لمن أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان أجعل حياتي أفضل ويومي أجمل ومبادئي أقوى وروحي أنقى ونفسي أصفى. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. وما الحسن في وجه الفتى شرفا له، إذا لم يكن في فعله والخلائق. الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وإحسان في حقوق الخلق، وهو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون. قد يقفز ذهن البعض منكم عند ذكر كلمة الإحسان إلى الجانب المادي والتصدق بالمال كترجمة فعلية للمفهوم، وقد يسارع حتى إلى استثناء نفسه من قائمة المحسنين لعدم مقدرة. أقول له: ذاك شكل من أشكال عدة للإحسان. وأضيف عليه أن بيننا أناس لم يفهموا معنى الإحسان جيداً، فالإحسان عندهم لا يكون إلا إن وثقته كاميرا جوالهم. الإحسان عندهم لازمة تتكرر في كل الأحاديث اليومية وصور على جدارياتهم التواصلية. لهؤلاء نقول: الإحسان أشكال عدة، فالرفق بالوالدين إحسان، والمعاملة الحسنة للأقارب إحسان، والاحترام للإنسان والحيوان إحسان، الكلام الطيب إحسان، ليس بالضرورة أن نربطه بالمال. وبيننا أيضا من أحسن ولم يجني غير الشوك. لهم أنشد ما قاله الشاعر البستي من بلاد الأفغان ومن شعراء القرن الرابع الهجري: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به، فليس يحصده إلا الذي زرع. إلى أن يقول: إن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف، وإذا اعتدى خل عليك فخله، والدهر فهو له مكاف كاف. إليا أبو ماضي أحد أشهر شعراء المهجر، حتى هو صاحب الخمائل وفيلسوف الحياة. استوقفتني أبياته التالية وهو يسأل عن مكارم الأخلاق: ذهبت مسائلا عن خير شيء لأعرف كنه أخلاق البرية، فقالت لي الكنيسة: خير شيء هو الزهد الذي يمحو الخطية. وقالت لي الشريعة: خير شيء شمول العدل أبناء الرعية. وقال الشهرة: الجندي خير وإن كانت تقود إلا المنية. وقال أخ الحصافة: خير شيء هو الحق المبين بلا مرية. وقال أخ الجهالة: خير شيء سرور النفس في الدنيا الدنية. وقال لي الفتى: وصل الصبايا. وقالت لي الهوى: البنت الصبية. ولما أن خلوت سألت نفسي لأعرف رأيها في ذي القضية، فقالت: لا أرى خيرا وأبقى من الإحسان للنفس الشقية. فأحسن إن الله يحب المحسنين. في أمان الله.